أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الحصاد، تأتيكم مباشرة من قناة الجزائرية الدولية، وهذه أبرز عناوينها. المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا يستعد لجولة في المنطقة، وجبهة البوليزاريو تدعو إلى الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة بحماية ثروات الشعب الصحراوي. تفاؤل فرنسي روسي بتحقيق تقدم في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني. أحداث كازاخستان بين دعم متواصل من حلفاء توكايف وانتقادات الغرب لإجراءاته. وسط هشاشة أنظمتها الصحية، الإصابة بكورونا في إفريقيا تتخطى 10 ملايين مصاب، والصحة العالمية تحذر من تسونامي وبائي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا يحضر جولة للمنطقة دون تحديد تاريخها. هذا وطلبت جبهة البوليزاريو في جلسة للبرلمان الفرنسي باريس بضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بحماية ثروات الشعب الصحراوي. مزيدا من الزخم الدبلوماسي تحصده القضية الصحراوية، فبعد الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الفرنسي بتخصيص جلسة عامة لمراجعة مواقف باريس التي يتهمها الصحراويون بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي، تعود مساعي الشعب الصحراوي لحماية ثرواته من النهب إلى تصدر المشهد في الأراضي الصحراوية المحتلة. جلسة البرلمان الفرنسي كانت أيضا فرصة لتجديد البوليس امتعاضها من استمرار تحدي باريس للشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالموارد الطبيعية التي تظل تحت السيادة الحصرية للشعب الصحراوي وفق القرارات الثلاثة للمحكمة، التي تؤكد بصفة قطعية أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المملكة المغربية إلى حين تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق محامي جبهة البوليساريو، الذي أشار إلى أن الحكومة الفرنسية تتحايل على العدل الأوروبي من خلال الضغط على التكتل الأوروبي لاستئناف قرارات المحكمة التي كان آخرها صائفة العام الماضية والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة الموقعتين بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي. أمام هذا الزخم الذي اكتسبته القضية الصحراوية منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار قبل أزيد من عام بسبب الانتهاكات المغربية المتكررة للاتفاق وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية والمواجهات المسلحة، يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في جولة ستقوده إلى المنطقة، حاملا معه دعوة للجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تجدد تمسكها بأن الحل النهائي والسلمي للنزاع لن يكون إلا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الدبلوماسي الصحراوي حدي الكنتاوي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا مرحبا. إذا بداية سيدي، إلى ما ترجع هذا الزخم المتنامي للقضية الصحراوية بعد حالة من الجمود التي عرفتها في السنوات الأخيرة؟ شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة، أحييك وأحيي مشاهدي قناة الجزائر الدولية التلفزيون الرائدة في المنطقة المغاربية عموما. أعتقد أن الزخم الذي تعود إليه القضية الصحراوية راجع لعدة عوامل، ولكن أهمها هو العودة للكفاح المسلح بعد الخرق المغربي لوقف إطلاق النار والارتكاب الاحتلال المغربي لقلطة العمر، وقدم هدية للشعب الصحراوي حينما اعتقد أن سياسة أمر الواقع
التي كان يمني بها النفس هي الخيار وهي الوضع المثالي للإقليم، لكن الشعب الصحراوي كانت له كلمة أخرى، والبوليساريو والدولة الصحراوية أوقفت الاحتلال المغربي عند حده ليعود للقضية، زخمها الدولي كآخر مستعمرة في إفريقيا، ولتتحرك كل الهيئات المعنية والتي تتحمل مسؤولياتها كمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي بكل هيئاته، كمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، وكذلك الجبهة الأوروبية في ممثلة في قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير والقرارين اللذان سبقاه في العامين الأخيرين. كل هذا الزخم كذلك تعود إليه القضية الصحراوية بعد التطبيع الاحتلال المغربي مع الكيان الصهيوني واستجلاب والتحالف مع الشيطان في اعتقاد أنه اكتشف الخلطة السحرية والحل المثالي. سيد الكنتاوي، لكن المعطيات كلها كانت لصالح الشعب الصحراوي ولم تخدم نظام المخزن. نعم سيد الكنتاوي، هل تعتقدون أن المنتظم الدولي هذه المرة جاد في توصل إلى حل عادل للنزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب؟ وهل تعلقون أمالا على زيارة ديمستورا المرتقبة إلى المنطقة؟ الشعب الصحراوي منذ بدايات ثورته علق الأمل على 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 نفسه وعلى حقه في الحرية والاستقلال وقدسية هذا الحق، وعلق الأمل على إيمانه الراسخ بالحرية وبالانعتاق والثورة وضرورة التخلص من براثن الاستعمار وضرورة الدفاع عن القيم والمثل والمبادئ الإنسانية التي تحكم القانون الدولي، وضرورة أن تلعب شعوب المنطقة دورها في ممارسة حقها بكل حرية وديمقراطية بعيدا عن الاستعمار البقيد والاستعمار بالوصايا والاستعمار الدخيل الذي مكث طويلا. وبالتالي المنتظم الدولي اليوم عليه أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية والقانونية، لأن الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا، ولأن حق الشعب الصحراوي المقدس ما زالت تحفظه له القرارات الأممية وقرارات الأمم المتحدة، قرارات الاتحاد الإفريقي، ولكن كذلك المحاكم العليا، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي 1928 أكتوبر 1975 الذي كان واضحا وصريحا إلى القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر 2020. كل هذه التراكمية القانونية والتراكمية السياسية وقوة الحق التي تتمتع بها القضية الصحراوية هي الزخم الحقيقي وهي الحشوة وهي المنصة التي القوية والمتينة التي يبني عليها الشعب الصحراوي مشروعه الوطني من أجل الحرية والاستقلال. غير ذلك يعتبر عبث، ولعل المثال الأبرز للعبث هو تماهي الاحتلال المغربي في احتلاله ورهانه على ظلم على الظلم وعلى الطغيان، لكن بعد 50 سنة أثبت الشعب الصحراوي أنه صاحب قضية وصاحب حق، وأن الاحتلال المغربي هو قوة ظالمة وقوة استعمار عسكري ترفضها الشرائع الدولية ويرفضها القانون الدولي، ولكن يرفضها بالدرجة الأولى الشعب الصحراوي الذي ما زال متمسكا بكل حقوقه الكاملة. سيد الكنتاوي، هل تتوقعون أي خطوات إيجابية وحيادية يعني من الاتحاد الأوروبي في ظل الرئاسة الفرنسية بخصوص قضية النزاع بين البوليساريو والمغرب؟ فرنسا لا يمكن لها أن تلعب دور الشيطان وفي نفس الوقت الملاك. فرنسا عليها أن تختار وتحدد ماذا تريد. فرنسا عليها أن تعرف أن الزمن قد تغير وأن المعطيات لم تعد في صالح هذا النظام الذي قدمت له الكثير والكثير وحمته وكانت محامي الشيطان بامتياز في مجلس الأمن وفي كل المحافل الدولية. كان الاحتلال المغربي تحت جلباب فرنسا، فرنسا عريت وفرنسا كشفت، على فرنسا أن تتصالح مع ذاتها أولا، مع قيم فرنسا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. فرنسا الحريات تكسرت على صخرة إرادة الشعب الصحراوي للحرية والاستقلال، ومواقف فرنسا المخزية والتي مناقضة ومناهضة لحكم المحكمة الأوروبية العليا بالدرجة الأولى وهي العضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن كذلك في داخل مجلس الأمن ومنع اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التي تختص بتصفية الاستعمار والتي ما زالت تجدول حق الشعب الصحراوي للحرية والاستقلال وضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية منها من استكمال هذا الحق للشعب الصحراوي. نعم الدبلوماسي السياسي حدي الكنتاوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. العفو.
إذن مشاهدينا، في خبر آخر وفي الشأن الليبي، أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في اجتماعه الأخير على ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب. وأرجع المجلس في جلسته العادية 72 هذه الضرورة لإنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المراحل الانتقالية. وناقش أعضاء المجلس في جلسة الجمعة آخر مستجدات العملية السياسية وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد. أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة أن هناك جهات تسعى لتقسيم دول المنطقة تحت غطاء منظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنسيات. نظرا للسياقات الدولية والإقليمية الخاصة التي نشهدها مؤخرا في ظل محاولات أعداء الشعوب خلق بؤر توتر بهدف تقسيم دولها ونهب واستغلال ثرواتها الطبيعية بصورة مباشرة أو تحت غطاء منظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنسيات تستخدم أسلوب الابتزاز والضغط على الدول للتدخل في شؤونها الداخلية. جدد أعضاء الوسطة الدولية التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في مالي. وأشار أعضاء الوسطة الدولية في اجتماع افتراضي برئاسة السفير الجزائري بوجمعة ديلمي إلى جلسات إعادة التأسيس في مالي المتعلقة بإنشاء مجلس شيوخ ونقل الصلاحيات من الدولة إلى السلطات المحلية ووضع دستور جديد والتسريع في عملية نزع السلاح، وكلها نتائج تنسجم مع اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر وتفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام وفق بيان للوساطة الدولية في مالي. حول الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باماكو الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية محمد بن مصطفى السنكري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. مرحبا. إذن بداية، لجنة الوساطة الدولية لتنفيذ اتفاق السلم في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تجدد تأكيدها على الإسراع في تنفيذ اتفاق الجزائر، برأيك ما الذي يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. إجابة على سؤالكم، نعم، اتفاق الجزائر منذ توقيعه عام 2015 إلى يومنا قد يعني عرف صعوبات كبيرة في تطبيقه، وذلك أن الاتفاق يعني قد أبرم يعني على أسس في الحقيقة تمس بسيادة الدولة المالية. فتطبيق هذا، تطبيق بنود البنود التي تمس بالسيادة الوطنية، فإن هذه البنود هي التي عرفت وتعرف وستعرف يعني صعوبات وعراقل، يعني ما دام أنها تمس السيادة الدولية. يعني ننظر يعني في هذه البنود، أكثر هذه البنود أولاً ليس يعني عامة الشعب على علم بأكثر هذه يعني البنود، فأكثر هذه البنود عرقلة ويعني صعوبة في تطبيق البنود التي يعني تدعو لتشكيل شرطة محلية في الشمال، جيش محلي في الشمال، اقتصاد محلي في الشمال، ويعني تنميات خاصة بأهل الشمال، وحتى يعني التعيين في الوظيفة العمومية. الاتفاق ينص على تخصيص نسبة مئوية خاصة لأهل الشمال في الوظيفة العمومية. فالشعب ونحن نرى أنه يعني في النهاية
الأمور يعني تسير يعني نحو تقسيم البلاد، يعني بصراحة بقول واحد يعني أكثر الشعب يرى أن الاتفاقية في بنودها تنتهي إلى تقسيم البلاد. نعم سيد سنكري، بيان اللجنة أكد أن مخرجات جلسات إعادة تأسيس في مالي جاءت منسجمة مع اتفاق الجزائر، كيف يمكن استثمار هذا الانسجام في تنفيذ الاتفاق؟ نعم يعني دور الجزائر في دور الجزائر بصفتها راعية للاتفاق وبصفتها يعني عضو الدولة المالية لها دورها الريادي في يعني في مشكله في ازمه شمال مالي، فالجزائر هي التي يعني يمكن ان تلعب دورا رياديا ويعني دورا يعني خاصا بها هي بصفتها جاره يعني تربطها بمالي علاقات تاريخيه وروابط جغرافيه، والجزائر ليس عفوا اذا الجزائر يعني دورها في الملف دور ريادي، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن ينكر دور الجزائر. إذن الجزائر إن أرادت يعني أن تلعب دورا يمكنها أن تضغط يعني على كافة الأطراف يعني للأخذ يعني في الأمور يعني لإبداء مرونة والإبداء إرادة حقيقية لتطبيق اتفاقية. نعم الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية محمد بن مصطفى سنكري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم جزيلا. في خبر آخر، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القتلى وأعمال العنف خلال المظاهرات الأخيرة في السودان ومحاسبة الجنات، في حين أكدت أمريكا استعدادها لدعم حوار يقوده السودانيون بمساعدة أممية من أجل إيجاد حل لأزمتهم الداخلية. أعربت كل من باريس وموسكو عن تفاؤلهما إزاء تقدم مباحثات فيينا بشأن أحياء الاتفاق النووي الإيراني. يأتي ذلك بعد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في وقت سابق عن تقدم طفيف في المفاوضات يمكن البناء عليها. هل ستفضي الجولة الثامنة من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن إلى حل قريب؟ سؤال قد يجد جزءاً من الإجابة في تصريحات المسؤولين الفرنسيين والروس. المندوب الروسي لدى المنظمة الدولية ميخائيل أوليانوف أكد أن المفاوضات تحقق تقدماً، لكنه لم يشر إلى أي تفاصيل بهذا الخصوص. تأتي تصريحات المسؤول الدبلوماسي الروسي عقب لقاءات جمعته برؤساء وفود الدول الغربية، وهو ما يعني أن اللقاء وصل إلى نتيجة ما بنى عليها أوليانوف تفاؤله. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون من جهته قال إن المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية تحرز بعض التقدم، غير أنه لم يخف توجسه من أن الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق نهائي بدأ ينفد. هذه التصريحات المتفائلة انعكست على موقف طهران، فوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف غرد عبر حسابه في تويتر قائلا إن إعادة إحياء الاتفاق النووي يعد نجاحا عالمياً سيعود بالفائدة على الجميع. تتلاقى هذه المواقف مع تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قبل أيام، والتي قال فيها إن المفاوضات أحرزت تقدما طفيفا يمكن أن يشكل أساسا تبنى عليه المواقف. وتجري مفاوضات فيينا بين طهران والقوى الكبرى لإعادة الحياة الاتفاق النووي الذي تم توصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2015، قبل أن يتراجع عنه خلفه ترامب عام 2018. أشاد الرئيس الصيني بجهود نظيره الكازاخستاني في سعيه للسيطرة على المظاهرات التي جرت بالبلد، في حين أشار الرئيس البيلاروسي أن ما يحدث بكازاخستان هو تدخل خارجي يهدف إلى العبث بالمنطقة، كما سارعت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى إرسال دعم عسكري لحفظ السلام بكازاخستان.
ما بين داعم ومحذر تباينت المواقف الدولية مما يجري في كازاخستان على خلفية المظاهرات المنددة بارتفاع أسعار غاز السيارات. آخر المواقف صدر عن الرئيس البيلاروسي الذي اعتبر أن ما يجري في كازاخستان محاولة للتدخل الخارجي ومسعى لغزو الدول السوفيتية السابقة. كنا نمر بمثل ذلك، وكنت أحذر دائما من أنه بمجرد أن نسمح بنوع من التصدع سوف يندفع الماء هناك، فلا يمكن أن يكون المكان المقدس فارغا. هذا ما وقع في كازاخستان. الرئيس الصيني هو الآخر أشاد بالإجراءات الحكومية المتبعة في مواجهة الاحتجاجات وبالحملة الأمنية ضد المتظاهرين، معتبرا إياها حسا عاليا بالمسؤولية. اتخذتم بشكل حاسم إجراءات قوية في لحظات حاسمة وسارعتم إلى تهدئة الوضع، ما عكس موقعكم كجهة مسؤولة والشعور بالواجب كسياسية والحس العالي بالمسؤولية الذي تتحلون به حيال بلدكم وشعبكم. في المقابل أبدت أمريكا دعمها الكامل للمؤسسات الدستورية في كازاخستان، مشددة على ضرورة ضمان الحريات والحقوق، بينما عبرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما الشديد من تطورات الوضع في البلاد. في الأثناء وقع رئيس جمهورية قرغيزستان مرسوما بشأن إرسال وحدة عسكرية للمشاركة في المهمة بقوة تعدادها 150 جندياً و19 قطعة من المعدات، كما زادت روسيا حجم الدعم لحليفتها بإرسال 9 طائرات شحن عسكرية محملة بجنود ومعدات. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة إلى أن تكون أوروبا طرفاً في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات تسبق محادثات أمنية حاسمة مقررة بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع المقبل، إنه مهما كان الحل يجب إشراك أوروبا. والتقى الرئيس الفرنسي في عاصمة بلاده رئيسة المفوضية الأوروبية بقصر الإليزي في باريس الجمعة بمناسبة بدء فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي. سجلت القارة الإفريقية رقما قياسيا في عدد الإصابات وصل إلى 10 ملايين، اعتبرته منظمة الصحة العالمية أعنف تسونامي وبائي من شأنه أن يشكل خطرا على الأنظمة الصحية التي باتت تعاني من الضغط بسبب تفاقم عدد الإصابات. 10 ملايين إصابة بالفيروس التاجي في إفريقيا حسب منظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن موجة تسونامي وبائي على القارة السمراء من شأنه أن يربك الأنظمة الصحية الضعيفة والهشة التي تعاني أصلاً من تفاقم عدد الإصابات التي تتجاوز حاجز 400,000 إصابة يومياً. أرقام مخيفة دقت على إثرها منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، محذرة من تأزم الوضع أكثر في الأشهر المقبلة. من جهتها أشارت ماريا فان كيركوف قائدة فريق منظمة الصحة العالمية لمكافحة كوفيد-19 إلى أن جميع اللقاحات الحالية المضادة لكورونا فعالة، وأضافت أنه بفضل حملات التطعيم أصبح المتحور أقل خطورة، ودعت الجميع إلى أخذ اللقاحات. وبحسب الدراسات فإن بوتسوانا وجنوب إفريقيا هما الأكثر تضرراً منذ بداية الجائحة من حيث الأرقام، بتسجيلهما معاً نحو 3,500,000 إصابة منذ 6 جانفي الجاري. الحصاد الاقتصادي مشاهدينا بعد هذا الفاصل. الجولة الاقتصادية تصحبنا فيها اليوم زميلة أسماء ضيف. أهلا بك أسماء. أهلا بك ميساء. أهلا بكم مشاهدينا. في المستهل ارتفعت أسعار النفط الجمعة متجهة إلى أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف ديسمبر الماضي، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الاضطرابات في كازاخستان وانقطاعات في ليبيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا ما يعادل 19 مئوية لتتجاوز حاجز 83 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت 5% في الجلسة السابقة.
في المقابل ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 57 سنتا بزيادة 18 مئوية لتتخطى عتبة 80 دولارا للبرميل لتواصل مكاسبها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة. ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب تزيد عن 6% في الأسبوع الأول من العام مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر الماضية. الغاز الطبيعي بأكثر من 40% هذا الأسبوع بعد تسجيل استقرار قبل نهاية العام الماضية. فكرت وكالة بلومبرغ أن إمدادات الغاز الروسي نحو أوروبا عبر أنابيب الغاز الرئيسية تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ عام 2015 على الأقل، وكثفت أزمة أسعار الغاز الطبيعي الضغوط على المستهلكين، واضطرت بعض الشركات في أوروبا إلى خفض إنتاجها. في شان تقوي آخر، توقعت شركة كيبلر الأمريكية أن تتراجع أسعار النفط ب10% في حال نجاح المفاوضات النووية وعودة النفط الإيراني للسوق. الشركة المتخصصة في تعقب حركة السفن النفطية ذكرت أن صادرات النفط الإيرانية ستعود بسرعة للسوق مع توقعات باستعادة إنتاج النفط بنسبة 80% من المستويات ما قبل الحظر الأمريكي خلال 6 أشهر واستعادة الإنتاج إلى مستوياته الكاملة في ظرف عام واحد. وتخطط إيران لرفع معدل الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول مارس المقبل. في شأن متصل أو إلى المغرب الآن، حيث رفض مجلس المنافسة في البلاد مشروع قانون متعلق بقطاع الغاز والكهرباء تقدمت به حكومة عزيز أخنوش أغنى رجال أعمال مغربي، والمتهم بمحاولة السعي لتقنين هيمنته على قطاع الطاقة في المملكة عبر إمبراطورية أكوا التي تحتكر العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد. إذن هذا، وعمقت فاتورة استيراد الطاقة العجز التجاري المغربي خلال الأشهر 11 الأولى من العام 2021. ولفتت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف الحكومي لارتفاع فاتورة استيراد الطاقة لتصل إلى 7.25 مليار دولار لأول مرة في تاريخ المملكة، بزيادة قدرها 49.3% بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية من العام 2020. ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بأكثر من 28% العام المنتهي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات. وبحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة الشائعة
قد انخفض بشكل طفيف في الشهر الماضي، ومع ذلك فإن المؤشر كان عند مستوى 133 نقطة فاصل 7 الشهر الماضي، ما يجعله الأعلى منذ فبراير 2011. وبالنسبة للعام الماضي بأكمله استقر المؤشر عند 125 نقطة فاصل 7، ما يمثل مستوى قياسي خلال عقد من الزمن. إلى الصين الآن، حيث نفى وزير الخارجية وانغ يي وجود نية لدى بلاده للإيقاع بالبلدان الإفريقية فيما اسمه فخ الديون. الوزير الصيني ولدى تدشينه مشروع بناء محطة جديدة في قلب أكبر مرفأ في شرق إفريقيا في مدينة مومباسا الكينية، أكد أن تمويل بلاده المشاريع في القارة السمراء يمثل منفعة متبادلة، متهما واشنطن باختلاق قصة فخ الديون، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي أجرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نوفمبر الماضي للقارة السمراء، وكانت مخصصة للتصدي لنفوذ الصين المتزايد في إفريقيا. بكين لا توقع أفريقيا في فخ الديون، إنها قصة اختلقها أولئك الذين لا يريدون رؤية تطور أفريقيا. إذا كان هناك فخ فهو فخ الفقر والتخلف، قروضنا لمشاريع القارة تشكل منفعة متبادلة. وصفت الحكومة الأردنية الخسائر الاقتصادية بسبب موجات كورونا المتتالية بغير المسبوقة بعد تسجيل انكماش بنحو 1.6% العام المنتهي. خسائر كان لها تداعيات اجتماعية عميقة وأدت إلى غيلان غليان عمالي واحتقان واسع بفعل تدهور القدرة الشرائية لفئة واسعة من الأردنيين. أمام مقر مجلس النواب يقف العشرات من الأردنيين احتجاجاً على تعديل قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل ومخاوف الطبقة العمالية في مظاهر الاحتقان الاجتماعي الذي يجتاح البلاد منذ سنوات. العامل الأردني ما طلع طالب بحقه إلا لما يكون فيه نقصان، وأول عن آخر نتمنى إنه والله العظيم الظلم بالحقوق العمالية إنه يستشف كله في السنة الجديدة، إنه ما يظل ولا أي مطلب عمالي يطالب إنه هذا حق إلي ومكتسب وضايع عني. غليان عمالي، فقام منه تعطل ركائز الاقتصاد الأردني على مدار العامين الماضيين بفعل جائحة كورونا، ما حرم الكثير من الأردنيين من تلقي رواتبهم وحتى التسريح من العمل. الأردنيين يمكن البطالة هي الهم الأول بالنسبة لنا، إيجاد فرصة عمل هي الهاجس بشكل يعني بشكل صراحة هاجس كبير لنا، حتى أنا شخصيا بشكل هاجس لي. وضعية اقتصادية حرجة طالت حتى السياحة، الركيزة الأساسية لاقتصاد المملكة الهاشمية. الأمور اللي تتحسن للبلد سياحيا اقتصاديا، والمخاوف أنه نرجع نسكر، المخاوف أنه نرجع نسكر لأنه الدول الأجنبية كلها اللي حوالينا تقريبا كلها عم تسكر. مظاهر الركود الاقتصادي بادية في كل زوايا ربوع العاصمة الأردنية وكبرى مدنها، فالتذمر الاجتماعي شعور يتقاسمه الكثير من الأردنيين الذين يرون الهجرة الفرصة الوحيدة للخلاص أمامهم. التفكير في الهجرة هو الخيار الوحيد الآن في هذا الزمن بسبب قلة الوظائف، الرواتب القليلة، يعني الحد الأدنى للفقر بالأردن 1000 دينار، 1000 دينار الآن راتب المواطن الأردني 300 و 400 دينار، يعني ما بيبدأ الشهر ولا راتب خالص. وتسببت موجة كورونا المتتالية في خسائر اقتصادية وصفتها الحكومة الأردنية بغير المسبوقة بعد تسجيل انكماش بنحو 1.6% في العام المنتهي، ودون استبعاد أن تمتد حالة الركود الاقتصادي المعمم للعام الجديد. ختام الحصاد الاقتصادي، عودة إليك ميسا. شكرا لك يا أسماء. من الاقتصاد إلى الرياضة بعد هذا الفاصل.
الحصاد الرياضي يصحبنا فيه الآن الزميل خالد معزوزي. أهلا بك خالد. أهلا ميساء. مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم في الحصاد الرياضي. شكرا لك خالد. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرة الحصاد، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المبعوث الأممي في الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا يستعد لجولة في المنطقة، وجبهة البوليزاريو تدعو إلى الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة بحماية ثروات الشعب الصحراوي. تفاؤل فرنسي روسي بتحقيق تقدم في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني. أحداث كازاخستان بين دعم متواصل من حلفاء توكايف وانتقادات الغرب لإجراءاته. وسط هشاشة أنظمتها الصحية، الإصابة بكورونا في إفريقيا تتخطى 10 ملايين مصاب، والصحة العالمية تحذر من تسونامي وبائي. نهاية نشرة الحصاد، نشكركم مشاهدينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.